السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكل متابعي قناة أجندة. طبعا الثانوية العامة العام الدراسي القادم زي ما هي، مفيش تغيير في حكاية الشعب. يعني التعليم بتتيح لطلاب أولى وتانية ثانوي اللي هو تحدد الشعب العلمية والأدبية. وأنا منزل علم ولا أدبي، أنا منزلك الفيديو موجود في قناة أجندة. أنت بقى تختار علم وأدبي، ده الوزارة أتاحت الكلام ده للصف الأول الثانوي، تحديد شعبة للصف العام الدراسي المقبل، ويختار الطالب شعبة علمية أو أدبية. وحكايه بقى الاختيار علم علوم وعلم رياضه طبعا هيطبق ان شاء الله عليكم، لان القانون لسه ما تعدلش. علم علوم او علم رياضه ده اما تطلع سنه ثالثه ان شاء الله. استعداد طبعا العام الدراسي المقبل بالصف الثاني الثانوي، اكد ان اختيار الشعبه يتم بشكل الكتروني على مواقع المدارس والمديريات حتى قبل بدء العام الدراسي الجديد. واكد الوزاره انه تم اتاحه الفرصه لطلاب الصف الثاني الثانوي دفعه العام الجاري 2019 2020 اللي هم في ثانيه اللي هيطلعوا ثالثه الشعبه العلميه اختيار تشعيب علم علوم او علم رياضه. بعد ان اعلنت الوزاره استمرار التشعيب، واحنا كنا طلبنا الكلام ده كتير وكلمت عنه انا والاستاذ عمرو عبد السلام من فتره مش بعيده، وكنا طلبنا الكلام ده كله ان كل طالب ليه قدراته في استمرار التشعيب في الشعبه العلميه للعام الدراسي المقبل. واكدت ان الثانويه العامه العام المقبل كما هي دون تغيير، واشارت ان الطلاب يؤدوا امتحانات العام المقبل وفق التشعيب القديم، وضافت الى عقد اختبارات الكترونيه حتى الان. واكدت كمان ان طلاب اولى ثانوي، اهو اكد طلاب الصف الاول ثانوي ان اختيار التشعيب علمي او ادبي لن يتم بشكل عشوائي يا جماعه، ولن يتم تحديد الهدف او الكلام ده كله، لازم يكون لك هدف والكليه ترغب فيها تبع انت شعبتك، انت عاوز ايه بالظبط، كليه ايه، فانت بتختار علمي او ادبي. ولكن الدخول الى الشعبه يجب ان يكون مبني على حب المواد، انت بتحب المواد دي بالظبط، ادبيه ولا علميه، بتحب العلم ولا الادبي، عشان تقدر تقيم نفسك وتقيم اسئلتك انت هتجيلك في الامتحانات والكلام ده كله. فده كان خبر من وزاره التربيه والتعليم لاجيال الاندلس اللي فعلا التشعيب خلاص زي ما هو، علم علوم وعلم رياضه بالنسبه للثانيه طالعين ثالثه، وان شاء الله اولى ثانوي طالعين ثانيه هيطبق عليهم الكلام ده طول ما القانون لسه ما اتغيرش. يا ريت ننشر الفيديو ده حتى تعم الفائده، وانتظرونا في كل جديد واكيد ان شاء الله على قناتكم قناه اجيال الاندلس. في امان الله.